للشمس الدين حراك. شمس الدين حراك كرة مناطق الودان ميدية. هذه محاولة عن طريق بن عطية الله. عطية الله مؤيد اللافي. اللافي مؤيد 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 كرة خطيرة الانقاذ في آخر لحظة. لوب من شار مؤيد اللافي. اللافي في كورة تلاقى بالعمارة. العمارة العمارة هيا تسديدة بيكناوت يا مرتين. محاولة جزائرية التشجيع التشجيع الحماسي. هذه كرة خطيرة العارضة الهدف والهدف لفريق الوقت. لا في صافرة في صافرة يغلق. المساعد يرفع الراية والتسلل ممثل المغرب مولودية ممثل الجزائر. كرة قوية العارضة العارضة من جبيت تسويبة من خارج منطقة الجزائر. كرة تلعب الآن عند أوناجم الخطير. أوناجم يمر أوناجم أوناجم ضربة جزاء ضربة جزاء لفريق الوقت. أوناجم البديل البديل المناسب في التوقيت المناسب يشيط ضربة جزاء للواك. ضربة جزاء واضحة للفريق. مواجهات أبو طاقة يحيى جبران جبران والكرة على يسار أبو طاقة. جبران حراك حراك كرة بشكل مقوس رصيدة بالشكل فريق الهلال الاسود. يعني محمد وناجم عدى حلوه قوي ممكن هدف اول. ايوب الكعبي اكتر الوداد الكره اللي في العمق يا ولد ضربه راسيه كعبي. ايوب الكعبي 7 اهداف في الدوري المغربي في هذا الموسم وكنيه لصالح الوداد. وداد الامه في هدف اول ياتي ولكن هنا على طول التصدي في هدف اول كان هياتي ايوب الكعبي. لكن الجأش المعروفه عن الجزائري. هذه انطلاقة نبيل عمارة عدى نبيل عمارة لكن جه في اليمين يلعب كرة على طول أيوب الكعبي. أيوب يا ولد يا ولد على الاستلام والدوران يا ولد يا ولد مهاجم رائع. بالعملود قافلين كويس قوي المولودية لكن الكرات اللي في العمق ملعوبة حلوة قوي. تسديدة هدف رائع ترتد الكرة يضيع السهلة يضيع السهلة مش ممكن. أيوب أيوب أمامنا هي كرة وليد الجارتي. صحيح الحديث عن هدف الملغي لوليد الجارتي. وادي امامنا انطلاقه وايوب الكعبي هل يفتتح التسجيل. اوه يا خبر ابيض يا ايوب يا ايوب يا صبر ايوب. امام استاد المالي هنا امامنا اللاعب مصوبه. كره ترجع مره ثانيه الى جبران. تحرك من اللاعب محمد وناجم سريع وناجم عاملها حلوه. خلاص خلاص خلصها خلصها وليد الجارتي. الوداد امامنا هنا القلعه الحمراء وداد الامه بعزيمه واراده وليد. Zinamoto FC Kapombe Zulu in possession for Chiefs. Manyama going forward back heel to Manyama. Chance in Manyama in a penalty area and he oversteps a bit and the ball goes out of in Morohoro in Tanzania. Look at this again. Manyama went in there. 2017 was crucial for them to win. Chance in header not so long ago. Norkovic got ahead of the marker and there's no offside because there are 2 players on the line including the goalkeeper. He had all the time in the world. He was just went wide. He lost his marker for a second, Cardoso. Ball was going to get to him. He thought somehow that the players who actually went up were going to get the ball. Gabai Kertin Nampanibati, let's do the job. Upper Eka, Yagusinda, Uzukum de Gambe, Machamatina Polo, Kokota Piano. Yes! Wow! Kokota, Manichon Majel, Bring to Akta Sandivan Gabe, Usamir, Agarfa. Here comes Manyama, does well, over the head of one player, Narkovic! Into the back of the knees, doing exactly what they say, Kokota Piano knocking. Look at the skill from Manyama. Ball paid in and ahead. For Chief, Narkovic, he's possessed, in fact it was Castro, he's possessed. Here comes Bernard Parker, Manyama to Narkovic, Narkovic, Narkovic! 6 and 7. Manyama's ball, Narkovic watching the ball all the way. Oh, here comes Simba, knocking the ball around, trying to find an opening. Ball play short here by Chama Jr. Back to Chama Jr. Chance for the shot! And the players, that is very important. Manyama, long ball, Castro! It! Leonardo David Corsi. A diving header. اللي يبحث عن الريمونتادا والكرة العرضية ولكن وكابومبي كابومبي كابومبي هو لم يكن مرشح بشكل كبير للتواجد هنا. فرصة ممكن ممكن الهدف الأول لفريق سيبا مشاهدينا الكرام. هدف
كاملة. هذا متوقف عناق كايزر كيمز السلامة والتسديدة، لكن ما أصلحت فريق الجنوب الإفريقي، وهذا يتميز فيه كايزر تشيف. بكل تأكيد سيمبا الأفضل هذه الإعادة. عشرين دقيقة من ضغط الماميلودي سانداونز، كرة تمشي بار بقى معاهم 7-8 سنين كمدرب، حقق معاهم كرة بالعشر بطولات، ترجع كرة خطيرة، كرة الماميلودي سانداونز صعبة الكرة الأولى خطيرة والدفاع في الوانا، 20 فوز مصري مقابل 12 أهلاوي، والهدف الأول، الهدف الأول للأهلاوي، ياسر ياسر ياسر، الأهلي قوي ياسر، خلاص الأهلي في السيمي فاينل. خلاص الاهلي في السيمي فاينل. 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، نرجع للمباراة، نرجع للقمة، نرجع للصورة، نرجع قبل ما يخسر في 17 مع الترجي التونسي في نسخة البنزرتي، خطيرة الملعب، سيرينا ركنية سريعة، يضغط الآن فترة من فريق سان داونز بالراس، خطيرة وهدف التعادل، الماميلودي سان داونز نوع من الاستسهال، سجل شحات، ناخذ مكانك يا بيتزا، خطيرة حمدي مر، حمدي مر، حمدي مر، هي 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 أول فرصة لفائدة فريق الترجي من الجهة اليمنى لفائدة الشباب بالوزداد العرضية، جول عرضية، جول أول لفائدة الشباب بالوزداد، تاريخ الشباب ونجوم الشباب، تنفيذة للركنية حمدو راسية مرة جانبية، الكود يا سعيود، يا سعيود على القائمة الثانية، سعيد الراس بن شريفية، بن سعيود وحدة، سعيود يمشي، سعيد هو 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 جول، هو جول، هو جول الثاني، كرة في مناطق بالوزداد، كرة خطيرة، برمبار 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 برمبار، التاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه من هذا لبرمبار، والرقم سعيود، سعيود بالبر، الكرة كرة لولا ضايعة، سعيود التقدم، الكرة بالشبكة، يضع كرة في منتصف الغيادة الترجي، خالد القاسمي، كرة بالشبكة على يسار اسمي أنيس البدر، الكرة بالشبكة على يسار توفيق مساوي، كريم براوي، براوي سجل، براوي على يسار لين غايلان يضيع، كرة يتقدم جرار والحارس بن غيت، بن غيت سجل، نساخ نساخ نساخ